المزيد حول تفاصيل افتتاح التحالف الوطني للعمل الأهلي، المعرض الخيري للملابس بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، يرصدها لنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة في متابعة لتواصل فعاليات المعرض الخيري والكوافل الطبية التي قام بافتتاحها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمصر. هذا التحالف الذي يضم أكثر من شركة ومؤسسة أهلية وتنموية وجمعية أيضا تنموية في مصر، يمثلون أكثر من 24 مؤسسة وجمعية أهلية وتنموية، قام بافتتاح العديد من الفعاليات هنا، منها القوافل الطبية لطلاب جامعة القاهرة وأيضا المعرض الخيري الخاص بالملابس الجاهزة للطلاب وأيضا بأسعار رمزية ومناسبة لكافة الفئات. أيضا هذا المعرض ضمن فعاليات يقوم بها التحالف داخل الجامعات وضمن حملات وقوافل تجوب المحافظات لدمج الطلاب في العمل الخيري والتنموي. عودة لكم مرة أخرى. شكرا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.